خلونا نشوف مع بعض ونقطع الشك باليقين ونشوف ما هي النقاط لو كسرها المؤشر على الساعة في بداية الأسبوع القادم نعتبر إن السوق يبغي يصحح أو يبغي يجني أرباح، بغض النظر في تشبع ما في تشبع. إذا نبغى نعرف المؤشر العام اللي الأخ يقول إذا نزل المؤشر سحب القطاعات معاه والسوق كله. طيب هذا موضوع ما نختلف عليه تماما، لكن مين حينزل أكثر من مين هذه أمور معروفة. يعني في شركات تخالف، نعم في شركات تخالف، بس خلونا نعرف يلي خايفين من السوق. طيب كيف نعرف إنه السوق سلبي في الأسبوع القادم مثلا؟ فتحت السبورة، المؤشر الياباني ده يا شباب بصراحة من المؤشرات الخطيرة يعني، وأغلب تحليلاتي أنا الكلاسيكية سبحان الله بألاقيها تشبه كثير المؤشر الياباني. يعني المؤشر الياباني كأنه مؤشر يعني. لذلك أنا ليش حبيت المؤشر الياباني؟ لأن المؤشر الياباني أشوفه دائما، يعني أجي أتكلم مثلا إذا اخترق ترند ألاقي والله اخترق السحابة، إذا كسر مدري إيش ألاقي كسر السحابة. فهذه السحابة اللي شايفينها قدامكم اللي أحيانا تكون خضراء أحيانا تكون حمراء من أصدق المؤشرات. تتذكروا لما كنا برة السوق خايفين لما نزل السوق من 8500، ها حتى كان في ارتداد من 7800، قعدنا تقريبا يعني شبه انه باغلب سيولتنا برة السوق وقتها. انا على صعيد شخصي اتكلم، كنت خايف من السوق وشايل هم السوق، الين السوق اخترق ال 243. تتذكروا الكلام ده في شهر تقريبا في بداية نوفمبر، تتذكروا هذا الكلام ولا ما تتذكروا؟ لما اخترق المؤشر تقريبا هذه المستويات قلنا والله ما احنا قاعدين نستنى، في مؤشرات بتأكد على انه السوق فيه ارتداد وممكن يطلع ممكن يرجع 8500، واذا اخترقها حيولع السوق اكثر. وفعلا طلع السوق وقتها وراح. طبعا لما جيت انا بانظر للمؤشر الياباني لقيت ان المؤشر الياباني برضه اخترق السحابه وقتها. اتامل السحابه انتوا وشوفوا حتلاقوا انه سبحان الله لما كسرناها كنا عند 8500، لما كسرنا السحابة عند خلينا نحط الخط هناك، شوفوا هنا انكسرت السحابة في ذاك الخط أو في هذه المنطقة، خلينا نحط المنطقة دي مثلا باللون الأحمر، خط أحمر صغير هناك. شايفين كيف خرجنا عن السحابة؟ طاح السوق. متى دخلنا السوق؟ دخلنا السوق لما اخترق 243، ولما اخترقنا 243 اخترق السوق السحابة. جيبوا لي يوم الآن، طبعا هذا الكلام يا شباب على فريم الساعة دحين، مو على الفريم اليومي. هذا الشارت على فريم الستين دقيقة، يعني كل شمعة فيه شمعة ساعة واحدة، اليوم في 5 ساعات تقريبا. هل أعطى السوق كسر للسحابة منذ اختراق السحابة على فاصل الساعة؟ يلا، لا في أحد دحين بيعلمكم ولا في أحد دحين أنتوا تشكوا في تحليله أو تقولوا هذا محلل ناجح، هذا قارئ جيد، مقارئ جيد. خلونا الآن نخلي المؤشر الياباني هو القارئ حقنا، محايد هذا. طلوا فيه، شوفوا لما كنا عند 8500 وكسر السحابة ايش صار في السوق؟ ها
ونحن وقتها نقول بعيدا عن السحابة لا نكسر 500. والله أنا أشوف لو كسر ال 500 مشكلة، كسر ال اخترقت السحابة وقتها قريب 8200، وطلع السوق. طيب إلى الآن هل كسرت السحابة؟ يعني هل انطلق السوق على الساعه دون هذا اقرب مؤشر؟ يعني هذا فريم الساعه مو يستناك تنهي شمعه يوميه، لا هو يتكلم عن مؤشر ساعه واحده. يعني لو بدا السوق يوم الاحد الساعه 10، تعال طل الساعه 11، طل في المؤشر طالما كان السوق كاسره ومقفل. اها هذه الاشاره، هذه الاشاره اللي تقول لك انتبه. طيب نحن في تحليلنا يوم الخميس يهمنا السوق ما يكسر كم وما يقفل تحت كم على اليومي والاسبوعي. يلا كنا كده قاعدين نتحرمص، لا ما يصير نغلق تحتها، ما يصير 8.36. ليش؟ نحن بنقراها على الفيبو، السوق مثلا مخترق هي منطقة 78 فيبو، يعني لو سحبنا الفيبو من القمة حق 9403 في 2019 إلى قاع كورونا 5959، السوق بعد ما تخطى 8080 نوزت 8500 استطاع أن يصل إلى 8666 واخترقها، واستطاع أن يغلق الأسبوع الماضي فوقها 688، والأسبوع ده وبرضه قفل فوقها. وعندنا إغلاقات يومية وإغلاقات على الساعة، تلاقي إنه على اليومي الأمور ماشية حلو وعلى الأسبوع ماشية حلو. طيب مين اللي حيكشف لنا قبل ما ينتهي اليوم وقبل ما ينتهي الأسبوع أن هناك بدايات سلبية في السوق؟ يعني جاء واحد قال أنا بدي أتحوط من بدري، أنا بصراحة خايف. طيب أنظر إلى فريم الساعة وانظر إلى مؤشر السحابة. طيب يا شباب لو جاء واحد سألني الآن، طيب يا أبو محمود أين الشمعة إذا أغلقت يتأكد كسر السحابة؟ شفتوا القاع اللي ارتد منه السوق يوم الخميس؟ سجل الأدنى 39، أعطوله 10 نقاط كمان 30. السحابة تنكسر حسب ما أحط الخط أنا، يعني عشان أتخيل إنه فتحت شمعة مثلا الأولى الثانية الثالثة الرابعة كلها تقريبا تقول الأولى والثانية والثالثة تقول لك لا تكسر 30، 8630. هذه السحابة على المؤشر الياباني. إذا شفت السحابة كسرت أغلقت شمعة الساعة دون 630، فسيكون لأول مرة يعطي السوق إشارة كسر للسحابة بعد اختراقها في شمعة الساعة يوم إيش؟ خلينا نشوف اليوم ده متى صادف. صادف 9/11/2020، يعني صادف يوم 9 نوفمبر. نحن حيكون تداولنا بعد بكره متى؟ حيكون تداولنا يوم 7 ديسمبر. يا الله 7 ديسمبر، يعني باقي يومين و9 ديسمبر نكمل شهر بالكامل، شهر كامل منذ ان اعطى السوق دخول في المؤشر الياباني على الساعة. إذا كسرت 630 يبان عندك في ساعات يوم الأحد إنه السوق وأغلق. طبعا الإغلاق العبرة بالإغلاق طبعا على الساعة، هنا يكون أول إشارة سلبية تظهر في السوق على المؤشر الياباني. ما نبغى نقول على مؤشرات تانية، في مدارس كثيرة فنية، في دعوم كثيرة، في مناطق أكثر استراتيجية. لاحظ أنا بأتكلم عن الساعة. فأنت اللي خايف من السوق وتقول أنا مضارب،
انت ما يهمك الدعوم على اليوم كم، ما يهمك النقاط الرئيسيه، انت يهمك تبغى تعرف متى احسب حساب واقول يمكن السوق ينزل، يمكن السوق عنده طيحه، يمكن السوق يبغى يجني ارباحه. اذا شفت المؤشر كسر كم؟ 630 على الساعه واغلق تحتها، يعني جينا دخلنا في تداولات مثلا الساعه الاولى المؤشر ما كسر 30، الساعه الثانيه المؤشر كسر 30، جات الساعه بدانا مثلا تداولات الساعه الواحده ولكن نحن تحت ال 30. هنا اعتبر انه انت اول مره السوق يعطيك اشاره سلبيه على المؤشر الياباني، يعني كسر السحاب. تبغى كمان من باب التاكيد اكثر، لاحظ المؤشر على المتوسطات ايش مسوي على الساعه، بما انه حنتكلم على الساعه. مؤشر الساعه هو كاسر ال 50 يوم، متوسط ال 50 شمع، 50 شمعه على الساعه اللي باللون الازرق. هذه فين تقرا؟ هذه تقرا محل ما كنا نتمنى نقفل فوقها عند 8.6 8.8، هو كان المتوسط الازرق المكسور 8.6. فلو جينا نزلنا الان حنلاقي انه تحت ال 630 ب 20 نقطه في 610، هي متوسط 100 شمعه على الساعه. اذا تبغى من باب التاكيد اكثر، بما انك انت مثلا كسر المؤشر 30 ولسه الساعه ما وصلت وتخاف انه يرجع يقفل يضحك عليك، يعني لسه ما ياكد، طيب كيف اثناء الساعه تتاكد؟ يعني مثلا بدأت الساعة واحدة التداول، خلاص دخلنا في الساعة الثالثة من الجلسة، قام المؤشر كسر ال 30 بس لسه ما انتهت الساعة، طيب تبغى إشارة تأكد لك الإغلاق على الساعة. طيب أين يوجد متوسط ال 100 يوم؟ ال 100 شمعة على الساعة 610. طيب سبحان الله، نحن على الشارت اليومي إيش آخر قمة اخترقناها؟ كان 604 قمة. يعني لو واحد يبغى يلعب على مبدأ القمم والقيعان يقول لك ما يصير نكسر قمة اخترقناها، طيب القمة اللي اخترقناها 614. فلاحظوا الآن، يعني عشان ينكشف السوق قدامنا انه سلبي ما يبغى لها كلام، اكسر السحابة واكسر المية واكسر القمة. سوقكم مقفل كم؟ مقفل 8674، يعني اعطي له 64 نقطة احمر، اكثر من كده قل له شرل. انكسر السحابة وكسر متوسط ال 100 ساعة وكسر القمة، خلاص قفلت الساعة، بعدين السوق ايجابي ولا سلبي؟ هيا بدون محللين، بدون محللين، مو ابو محمود ولا ابو فلان ولا ابو علان ولا المنتديات ولا البالتوك، انت الان بتمشي مع المؤشر الياباني وبتمشي على التحليل، السوق حيكون ايجابي ولا سلبي كمؤشر؟ يعني تخافوا انه المؤشر ياثر على القطاعات والقطاعات ياثر على الاسهم وتبغوا تديروا فلوسكم على المؤشر. خلاص انا ما ادير فلوسي على المؤشر، انا ادير فلوسي على السهم، أنا كده عنيد سبحان الله، ماني حق مؤشر كثير. أنا أدير أشتري وأبيع على شارت السهم، شفتوا سهمي؟ زي كده أحط المؤشرات حقته، أقول إذا كسر السحابة معناه حافظ على أرباحك. مالي ومال السوق، احتمال يكون السوق طالع وسهمي نازل وتلاقيني بعت وقفت خسارة وشردت وسويت أصرفت في سهمي. لكن احنا الان ما بنتكلم على الاسهم، بنتكلم على السوق، على اللي يقول السوق سلبي السوق ايجابي. يجيك واحد يقول لك انا احساسي السوق طايح، انا احساسي يقول ما ادري ايه، بلا احساس بلا بطيخ، المساله ما فيها احاسيس، المساله واضحه قدامنا الان، وضوح الشمس في رابعه النهار. هذا المؤشر شوفوا السحابه لما انكسرت في يوم من الايام، لما بيكسر السحابه ايش بيصير في السوق؟ بيطيح ولا بيرتد؟ بينزل ياخذ نزوله ولا ما بياخذ نزوله؟ ياخذ نزوله، يعني بيريح السوق مع كسر السحابه على الساعه. لما كسرها اول مره عند ال 500 انحرف، اخذكم من ال 500 طيحكم حوالي 600 و 660 نقطه
إلى 7842، وما أعطى إشارة حلوة إنه طالع إلا لما اقتحم السحابة قريب 8200، ومن بعد ما أعطى إشارة الدخول باقتحام السحابة 8200 لم يغلق على الساعة منذ ذلك التاريخ 9 نوفمبر وحتى تداولات بكرة أو يوم الأحد 7 نوفمبر، ما زلنا نتداول فوق السحاب. نلاحظ أنه يوم الخميس وفي الساعة ما قبل الأخيرة أو الأخيرة دخل السوق على في وسط السحابة، ولكن انظروا إلى الشمعة أين أغلقت، أغلقت خارج السحابة، يعني ما زلنا فوق السحابة. طبعا الدخول في وسط السحابة هو إشارة إنذار، ولكن ما تقدر تقول سلبي إلا إذا أغلق تحت السحابة. فنحن الآن لاحظوا عندنا محور دعوم من السحابة إلى 100 يوم على الساعة إلى قمة سابقة 614، هذه يا أخوان تؤكد لنا السلبية في حال كسرها يوم الأحد مثلا كتحليل فني. طيب تعالوا شوفوا حاجة تانية، تكلمنا الآن عن السلبية. طيب نلاحظ من آخر قمة وصلها السوق في الأسبوع الماضي وعلى وجه التحديد يوم الاثنين وفي المزاد، يعني لم يصل لها تداولات بل كنا مغلقين عند 713، في المزاد قفز السوق قفزة قوية وضرب أغلق عليها يوم الإغلاق الشهري وضرب 47، من 47 وبدأ وجاء في اليوم الثاني فتح بجاب داون وجلس يتذبذب أعلى. كنا دائما نقول من أهم مقاوماتنا 21، السوق سجل الأعلى وقتها تقريبا 22، دائما كنت أقول هذا المطب 21 هو قراءة المتوسط 8686. حيفتح فين السوق؟ حيكون افتتاحه إيجابي ولا سلبي؟ هو الآن نحن نعتبر نفسنا ما زلنا إيجابيين، السلبية قلنا بكسر السحابة، لكن ماذا لو أن السوق فتح أخضر فتخطى السوق الترند الهابط من القمة؟ يعني افتتاحنا في أي رقم فوق 8686 حتكون أنت تخطيت الترند وتخطيت المتوسط المكسور اللي باللون الأزرق. ترى أكثر الناس اللي خافت من السوق بس ما هي راضية تجيب طاري المتوسط، يعني مع احترامي كل واحد يبغى يسوي لي يعني يبغى يقول مثلا معادلة من عنده، علما انه السوق واضح انه دخل في السلبية لما بدأ يكسر المتوسط الأزرق. يعني مجرد انك تكسر متوسط يعطيك بدايات جني أرباح، يعني بدايات سلبية. لاحظوا المتوسط الأزرق برضو من فين نحن كنا مخترقينه، كنا مخترقينه من تحت ونحن طالعين قبل ما نخترق السحابة نفسها، ما كسرنا ولا قفلنا تحته إلا في آخر ساعتين من تداولات يوم إيش الخميس. فكان هذه من العلامات اللي ربشت بعض المحللين، ومنهم من أخونا أبو فيصل مثلا صار متخوف من السوق وقاعد يقول السوق أنا شايف أنه متشبع شراء ومتشبع كذا. طب أنا شايف أنه في كسر للمتوسط لكن ما كسر 836 وأغلق دونها، ما كسر السحابة، ما كسر المتوسطات دي، فعشان كده نحن قلنا ممكن يغلق فوق 4600 ممكن يرجع. فنحن الآن صار السوق بالنسبة لي أنا واضح يفتتح أخضر يتداول على الساعة فوق 8.6. ليش أنا كنت أتمنى يقفل 8.6 8.2 وأقول هو مفتاح يعني الخروج من اللغط هذا كله؟ إنه نحن نكون فوق السحابة وقاعدين نتداول فوق المتوسط الأزرق، يعني ما عندنا معطى سلبي واحد في السوق إلا هو إنه متداولين على الساعة تحت المتوسط الخمسين شمعة على الساعة. فماذا يعني افتتاح السوق وتداوله في أول ساعة يوم الأحد فوق 8.6 8.8، إيجابي ولا سلبي؟ هناك عرفنا سلبي لو كسر السحاب، هنا إيجابي. فأنت تبغى تلعب على مؤشرات ولا
تلعب على احتمالات، يعني احاسيس شخصيه، عواطف. ما في السوق ما يبغى له عواطف ولا احاسيس. تعلموا الاشياء دي، تابعوا الاشياء دي، وانا اقول لكم سيبوكم من ابو محمود وخلوكم مع المؤشر الياباني. ترى المؤشر الياباني مؤشر خطير، مؤشر دائما حسب انا خبرتي وحسب متابعتي له من زمان، انا اتكلم عليه دائما سبحان الله استانس فيه. يعني انا لما اصيب بنوع من الحرج من المؤشر اقول يا الله سوقنا طايح ولا طالع، سوقنا كذا، واكون انا كده مشكك شويه في السيوله ومشكك شويه في سلوك السوق. ما يسكتني ولا يدعمني الا المؤشر الياباني. زي بعضكم الان يقول والله ما دام ابو محمود بيحلل لنا وبيطمنا انا ما يهمني، انا دائما مطمن، اذا ابو محمود خوفني اخاف. ابو محمود نفسه هذا المؤشر هو اللي يطمن ويخوف. فلو كسر السحابه على الساعه يخليني اتوقع مضاربيا نحن مقبلين على جني ارباح وتخفيض مؤشرات. ترى هذه السحابه يا اخوان موجوده على كل الفريمات. لو جاء واحد الان قال لي طيب كسرنا فين رايحين؟ هل السوق بشكل عام حيكون سيء؟ يا اخي لا، نحن نتكلم مضاربيا. السوق يدخل في سلبيه مضاربيه، يعني ممكن ينزل 100 150 طيب تبغى تشوف السحابة على اليومي؟ بعيدة بعيدة السحابة على اليومي، نقلب الشارت على اليومي عشان نشوف موضوع السحابة. خلونا نشوف أين حدود السحابة على اليوم. بعيد. إذا نحن نبغى نتكلم على موضوع السحابة اليومية، هذه السحابة اليومية برضو، لأنه حصل نقاش بيني وبين أبو فيصل، قال ابو فيصل ابو محمود السوق ممكن يرجع ل 8. قلت له لو كسر 500 وممكن ما يرجع من 400، يرجع حتى من ال 200. طيب ايش هي ال 200؟ السحاب اقوى دعم. كسرت السحابه على الساعه، بدات تنحرف، برضو عينك على السحابه. شوفوا لما نحن كنا نازلين على الساعه مكسورين، وصلنا منطقه ال 500، وكنا نقول احتمال السوق وهو نازل يوصل 7600، بس في قبله دعم متوسط 100 يوم على الفاصل اليومي قريب 7800 وشويه، وكانت هي حدود السحابه. يعني هو دخل في وسط السحابه، لا كسر السحابه السوق على اليومي ولا كسر متوسط ال 100 يوم. قلنا احتمال ارتداد وبعدين يرجع يكسرها، لانه نحن نخاف نروح متوسط ال 200 يوم. قام السوق اعطانا اشاره دخول. كيف اعطانا اشاره دخول؟ اقتحم السحابه اليوميه، وكانت السحابه اليوميه فين؟ قريب ال 243. فعشان كده دخلنا في السوق، ولا استنينا انه السوق يضحك علينا ويطلع ونقول والله لسه للنزول بقيه، ما في للنزول بقيه، خلاص اقتحم السحابه على اليومي ومقتحمها على الساعه، معناه السوق ايش؟ 100 100. فشايفين موضوع السحابة كيف؟ موضوع شيق وجميل ومريح لمعرفة اتجاه السوق، بعيدا عن قيل وقال وفلان قال ومحلل قال. فأنا أدعوكم دائما لمتابعة هذا المؤشر. في بعض المحللين ما يبغوا يقولوا الكلام ده، ليه؟ عشان يبقى دائما هو ظاهر أمام الناس. يعني أنا بقول لكم سيبوكم من أبو محمود نفسه، أنت لو تتبع المؤشر ده حتى أبو محمود نفسه ما يهمك إذا قال لك السوق إيجابي ولا قال لك السوق سلبي. هو هذا محلل، هو المؤشر ده في حد ذاته محلل. ما في برنامج الآن من برامج الأسهم إلا فيها مؤشر، إيش اسمه المؤشر؟ اكتب لهم هو، الله يسعدك يا أبو يحيى، الأشاميكو، لأن ما أعرف أنطقه صراحة من صعوبة الاسم. مؤشر الأشاميكو، ما أدري الأشاميكو، المهم هذا مؤشر موجود دائما، مؤشر حتى لما تبغى تضارب استانس فيه كثير. في الاسهم، في سهمك، دائما تبغى تعرف انه والله اعطاك اشاره حلوه، تابع اختراق، اذا اخترق السحابه يعني شيء خبال السهم، يعني دخول على طول. واعتقد انه ابو يحيى له درس من دروسه الموجوده في القناه، حلل اعتقد وسوى درس وتكلم عن المؤشر الياباني. فلاحظوا الآن المؤشر الياباني، لو قال السوق خرج
عن السحابة على الساعة، فين أبعاد السحابة على اليوم؟ أنت قاعد تتكلم عن مستويات 8000 وكم؟ و200، يعني نفس النقطة الاستراتيجية اللي قاعدين نتكلم عليها نحن، اللي هي منطقة 50 فيبو. إذا كانت 8931 من 2014 هي منطقتنا الآن اللي نحن بنفكر إنه كل ما قربنا منها منطقة مقاومة ومفترق طرق على الترند، هي الآن 8243 هي منطقة 50 فيبو من الموجة. وتعالى أوريكم شيء أقوى من الكلام ده كله. إذا كنا نبغى نمشي على قاعدة الترند ما يفرند، طيب لو رسمنا الآن نحن ترند من قاع مؤلمة 6400 مرورا بقاع مين؟ بقاع 7842 اللي ارتدينا منه آخر مرة بدون ما نكسر السحابة. شوف، شفت الأشاميكو ده؟ يعني أنا لو ما كان عندي سحابة وجاء واحد قال لي لو كسر السوق يا أبو محمود السحابة وبدأ ينزل وأكدها بكسر الخمسمية لها كسر حكيناكم هي زمان، فين رايحين على فين السحابة عشان يصير؟ هاي رسمنا الترند يا شباب، شايفين كيف؟ ليش أقول لكم أنا في تحليلاتي كل ما أحلل وأروح حط السحابة أقوم ألاقي السحابة ماشي على كلامي أنا؟ أقول لي أبو يحيى إيش هذا أبو يحيى؟ كل ما أحلل وأحط السحابة تطلع السحابة تأكد نظرتي أنا. طيب لو السوق انحرف سلبا ويبغى يروح عند أهم دعم ونقول هذا أقوى دعم للمناولة، فين حيروح؟ عند السحابة، عند الترند. طيب فين طلع الترند؟ شايفين الترند فين طلع؟ عند السحابة. فعشان كده أنا لو ما رسمت ترند ولو ما اشتغلت على الترندات بس اشتغلت على السحابة، فالسحابة دائما تحكي لي قصة نفس الفكرة حقتي اللي أنا دائما أمشي فيها على القنوات والترندات. يعني أبعاد السوق لا قدر الله لو يبغي يصحح ويعطي إشارة نزول قوية نوعا ما فيها تصحيح شوية محترم، فين أقوى دعم فيها؟ 8243 من محل ما أنت دخلت صارت هي منطقة خروجك الرئيسي الكبير أو منطقة لا سمح الله التصحيح الكبير في السوق لو كسر السوق 8243. ولو ترجعوا للتحليل الشهري كنا دائما في التحليل الشهري نتكلم ونقول لو جينا نبغى ندور دعوم خلاص استراتيجية في شهر ديسمبر هنلاقي إنه من أهم الدعوم 8243 على الشهري. يعني لما نحط الشارت الشهري ونجي ندور دعم ما يخرش المي خلاص في ديسمبر، نبغى نتكلم على تحليل شهري، يعني السوق من 8600 أبعاد ولو حب يدخل في وتصحيح يعني يا دوب أهم دعم في 400، أكثر من كده لا كارثة. وفعلا المؤشر الياباني قاعد يقول لك، هيا شوف المؤشر الياباني منذ إشارة اختراق للسحابة اليومية من اقتحام 7200. سبحان الله، يقول لكم ما تخرجوا من السوق إلا إذا كسر 8200 مرة ثانية وثلاثة وأربعة، ما دمتم فوقها فأنتوا فوق السحابة. لاحظوا حتى لما جينا نزلنا عند منطقة 7842 ما أدري إيش اللي الله عمى على بصيرتنا وقتها، وكنا خايفين نروح حتى 7600 علما انه هذه المنطقة اللي هي 7800 اللي ارتد منها السوق هي قاع منطقة السحابة، يعني ما انكسرت السحابة، كان مفروض نحن مثلا نعول عليها، بس نحن كنا شايلين هم النموذج الرأس والكتفين وكنا شايلين هم يروح للميتين يوم 7200، فخفنا انه يكسر السحابة ويوصل هناك وممكن في نفس اليوم يرتد ويغلق داخل السحابة، يعني يوصل للميتين ويرجع، قام السوق اكتفى وجاء. طبعا احنا قعدنا مساكين 400 نقطة خايفين انه هذا الارتداد مضاربي مضاربي مضاربي، كل ما طلع السوق مضاربي مضاربي الين اعطى اشارة دخول
وأكد لنا هي ب 8243 باقتحام السحابة على اليوم، إلى يومكم دا ونحن قاعدين في السوق مبسوطين. تسمع ناس من شهر السوق مقبل على نزول، تسمع من أسبوعين السوق مقبل على، أقول العالم دول سبحان الله يعني برضو الله عامي على بصيرتهم، إيش شايفين سلبية في السوق عشان يقولوا السوق مقبل مقبل؟ طيب في شيء سلبي؟ ما في شيء سلبي، لا سحابة مكسورة على الساعة، لا في شيء، متوسطات أغلبها السوق بيتداول فوقها، فأمر عجيب. هم يتوقعوا بعد شهرين يطيح السوق مثلا، أو بعد شهرين من اعتقاده يطيح السوق، يقول لك شفت كيف؟ أنا كان إحساسي عجيب، والأرباح اللي تحققت في الشهرين دي. قوم يا وادي أنت وإحساسك، سلم لي على إحساسك. شركات تطلع 30-40% وأنت من شهرين تخوف الناس وتقول لهم اقعدوا برة السوق، هذا الشغل ده؟ هذا ما هو شغل يا أخوي. خلاص تقعد حتى يعطيك الإشارة السلمية. نرجع الآن لموضوعنا اللي أنا في حديثنا. نرجع الآن لموضوعنا اللي بدأنا في حديثنا. مين خايف من السوق؟ مين مضارب وهو يعرف ان السوق لو بده ينزل يخاف من السوق، ما يحب يشوف المؤشر احمر. خلاص السوق لا يكسر 610 و613 بس انتهينا. اذا شفت ساعه واحده الشمعه مقفله تحت السحابه وتحت ال 100 يوم وتحت القمه السابقه، اي قرار تتخذه بناء على ان السوق نازل انت صح. طيب متى ندخل؟ يمكن ضحك علينا ورجع. اذا ما تشوف السوق فوق 8-3-6 وفوق السحابه لا تدخل. سوي زي المره الاولى، زي ما سوينا نحن. نحن ايش ضرنا يا شباب لما كنا في ال 400 نقطه برا؟ ترى كثير من الشركات اللي دخلنا فيها، بنك الجزيره ب 13 ريال، سبكيم ب 15.80، انا هذه شركات كلها انا اتذكر اشتريتها فوق 8200 وطلع بعضها تجاوز ال 10 بالمئة وبعضها وصل دخول. تبغى تخاف؟ تبغى تخاف؟ طيب خاف لما تشوف الساعة قفلت تحت السحابة، وإن طلعت وارتد السوق قل له إن ما ترجع فوق 3-6 مني راجع. يمكن تروح يا ندل توصلني 500، يمكن تروح يا ندل توصلني 400. طيب هذه النقطة اللي قال عليها أبو فيصل 410، 410 أبو فيصل يوم على ايش؟ 200 يوم على الساعة وعلى منطقة الترند مخترق، يعني يتوقع. اللهم صل على، ايش بهذه انا قاعد اشرح على الساعة والسحابة والسبورة واقفة على الشارت اليوم. طيب شوف من شرح ابو فيصل، ابو فيصل يقول لكم ان ننزل لهين، شايفين؟ هو يقول لك بس نوصل هين. لا انا اكثر منه حرص اقول لا اروح للترند والسحابه على اليوم. طيب ممكن 8 و200 مثلا، اذا ما ارتدينا من دي ممكن نرتد من دي. والسوق في النهاية علمه عند الله سبحانه وتعالى. شوف هذا احتمال أول، إذا كسر السحابة ونزل هذا الاحتمال إنه يرتد من هنا. والاحتمال الثاني هذا على فريم الساعة، هذا التحليل الآن على فريم الساعة. لو عكسنا الشارت على الفريم اليومي مرة ثانية، هاي هذا تحليل على اليوم. لا أنا أقول طيب ليه ما ينزل كده؟ ما يكتفي بدية كمان، ممكن يوصل هنا، شوفوا يعني ممكن يطيح. إلى السحاب، وهذا حيكون أقوى دعم استراتيجي. طبعا احنا قاعدين نتكلم في أمور قبل أوانها، من باب بس العلم بالشيء، انه لو حصل السلوك ده فين حنروح؟
هل السوق حينهي موجته الكبيرة؟ هل حينهار السوق؟ لا لا، السوق قوي، السوق قوي ويتمتع ب يعني حصانة قوية في مؤشرات كثيرة موجودة على الشهري والأسبوعي، ومن وهذه أهم معالمها يعني اللي قاعدين تشوفوها أنتم الآن على الفريم اليومي، إنه فين ممكن ينزل السوق لو كان لا سمح الله عنده جني أرباح. في احتمال إنه يكتفي ب 200 نقطة أو 250 نقطة أو 274 نقطة من إغلاق اليوم، يعني قريب 410، وهذه منطقة أبو فيصل، هنسميها منطقة أبو فيصل. وفي احتمال اللي هو الأكثر أهمية على السحابة، بلاش نقول مؤشر الياباني، اللي هي 8200، وخط الترند واللي يبغى يمشي مع الترند ما يفرند 8243. طيب لو السوق اخترق 700 مرة ثانية ولا وصلنا ولا كسرنا سحابة، كيف تبغى تخاف من السوق؟ ممكن السوق يروح لأربعة ثمانيات ويوصل 8930، ويمكن يخترق السوق الترند الكبير وممكن نروح 9000 ونتخطى المدري ايش، وانت قاعد تستنى النزول. ف سووا دعاء، بس سووا دعاء وقولوا الله يثبتنا فوق 836 وفوق 8600 بشكل عام، وان شاء الله نتخطى ال 721 ونتخطى ال 888 الى 931. هناك يا شباب منطقة، طبعا منطقة مفصلية جوهرية مفترق طرق، حيخلي لك اي واحد خايف من السوق يغير من قناعاته على طول، يقول لك انها الطفرة يا سالم، 8930 انها الطفرة يا سالم. ليه؟ يقول لك شوف ترند اخترق، نسبة ذهبية اخترقت في عام 2013 احبتي، لما عدنا تقريبا من 6423، 6423 سبحان الله قريب من قيعان ابو مؤلمه دحين، في عام 2012 وصلنا 4 8، سبحان الله عشنا اتذكر خايفين ننزل، ويريد الله يخترق السوق 4 8 وتمتد الموجه 2013 الى 2014 الى وصل 11000 الماشي، وصل 11159، ما نزلنا الا يوم بداوا يتكلم عن اكتتاب البنك الاهلي، يعني الموجه اخذت من 2012 الى 2014 قريب سنتين تقريبا، موجه صاعده سنتين، صاعدت من قاع كم؟ 6423. فهل يعيد التاريخ نفسه ونخترق الأربعة ثمانيات ونروح للعشرة وخمسمية اللي شايفينها على المدى المتوسط وهي تمثل 38 فيبو من عام 2006؟ نسأل الله التوفيق. مداخلة بسيطة يا عمدة، في دعم قوي يعتبر متوسط الخطين الأزرق والأحمر عند 8470 على اليوم، هذا متوسطين ايش؟ حقين ايش؟ السحابة نفسها اللي تسموها انتو حقة السحابة، ولا متوسطات حقتنا نحن حقة 50 شمعة ومية شمعة المايك لك يا ابو يحيى، ابو يحيى يا ريت تطلع على المايك يوم تبغى تتداخل، بارك الله فيك، اتكلم ايوه فهمنا، قول لنا هذا متوسط السحابة متوسط كذا. انت ما شاء الله تبارك الله انت اللي مفروض تفتي في هذا الموضوع اكثر مني، مو انا، هذا المؤشر انت اللي شرحته وانت فكرة عنه اكثر مني حبيبي. الله يسعدك. انت لو سحبت الشارت بس شوية كده على اليسار عشان تشوف نهاية السحابة، خليها تظهر. عشان ايوه شايف قمة، ايوه قمة السحابة الخضراء فوق، مود خط عرضي، هتلاقيه هذا دائما يجي متوسط التنجن والكيجن، دائما المتوسط حقهم قمة السحابة النهائية، هذا دعم ثاني عندك قبل ما تضرب السحابة تحت، دائما هذا متوسط الخطين.
يا سلام عليك. هذا طب طيب هذا هذا يا حبيبي، هذا يا حبيبي بداية كسره من كسر ال 500 473. هلا هلا يعني لما نقول انه في دعم يعني مهم قريب ال 500، نحن ما غلطنا، بأكد كلامك ده. بس هذا اللي حبيت ايه انوهك عليها، مهمة برضه تعتبر كويسة. احسن، الله ينور عليك، الله حبيبي ينور عليك، هاي حبيبي الله وياك ينور عليك، هاي وياك. هذه معلومة كمان قيمة عن موضوع السحابة. يعني لما اجي اقول اني انا تهمني ال 8500، هاي بياكد لكم هي على يسموه الكيجن وما الكيجن، ما انا هذه مشكلتي، مشكلتي انا المصطلحات دي ما اعرف. لكن برضو شوف اخوكم ابو يحيى بيتكلم على انه بينظر الى ان منطقة قريبة 8500، وعلى وجه التحديد هي 473، انك انت يوم تكسرها بدأت تكسر ايش قال الكيجن قبل ما تفكر تروح لقاع السحابة اللي هي قريب 8200 تقريبا. خلنا نبشر له مبزرة مط يا احسن يا حبيبي. خلاص إذا كسر السوق 8600 للمضارب بزر مطي، إذا كسر 8500 للمضارب على المدى المتوسط بزر مطي، إذا كسر السوق 8243 للاستراتيجيين بزر مطي. ترى الكسر، الكسر زي ما قلنا يعني السوق عنوانه كبير، يعني مو بالراحة نقول يعني نحكم عليه ونقول والله كسر مثلا أعطى إشارة على الساعة السلبية خلاص السوق صار سيء. ترى في شركات والموجة هابطة فرعية ما سجلتها حتى والسوق عند 8700. ليش؟ طيب هي يقول لك أنا ما تحركت، خرجت سيولة من قطاعات ودخلت في قطاعات واستفادت هذه الأسهم، نزلت شويه مع الضغطه الاولى لكنها ارتدت واخترقت وتركتكم وسرقت الاسهم منكم. وهذا تتوقعها في الاسمنت، تتوقعها في البتروكيماويات، تتوقعها في بعض القطاعات اللي ما تحركت او اللي ما استفادت من الموجات السابقه.